وافق أعضاء مجلس الشورى اليوم على الميزانية العامة للدولة 2019-2020 بالإجماع، وذلك بعد نقاش مستفيض مع ممثلين عن الحكومة الموقرة والسادة أعضاء مجلس النواب حول الآليات الجديدة التي ستتضمنها الميزانية لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان عدم المساس بأي من مكتسبات المواطن السابقة. الميزانية العامة للدولة ميزانية جاءت في ظروف مختلفة جدا وتطورات اقتصادية استدعت نقاشا مطولا في غرفتي المجلس النيابي في مختلف تفاصيل الميزانية والخدمات والمكتسبات الأساسية للمواطن البحريني، آخذا بعين الاعتبار وجود برنامج التوازن المالي الذي لعب دورا هاما في إقرار الميزانية. هذه ميزانية استثنائية في وقت استثنائي، والحقيقة خرجت هذه الميزانية أولا سميناها ميزانية التوازن المالي، وهذه حققت المعادلة الصعبة بين خفض العجوزات والتي وصلت إلى 50% تقريبا عما كانت، وفي نفس الوقت الحفاظ على مكتسبات المواطنين، بل أن هذه المكتسبات قد أضيف إليها أيضا موارد أخرى لتعزيزها. مكتسبات المواطن البحريني وحقوقه الاقتصادية لا مساس بها ولن يطالها أي من إجراءات التقشف التي تجرى بهدف خفض المصروفات الزائدة، إنما تمت بعض الإجراءات التي من شأنها أن تعود بالنفع على المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر. الحمد لله وافق مجلس الشورى على توصية اللجنة المالية، وذلك باعتماد ميزانية الدولة للسنة القادمتين 2019-2020. والحمد لله أن هذه الميزانية اليوم جاءت تعكس ليس فقط يعني جهود بذلت من قبل السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية، فإن هناك عندنا موجود في تقليص في النفقات، وإنما أيضا جاءت لتحافظ على كل المكتسبات التي كانت للمواطن خلال السنوات الماضية، والالتزام بأنها ستكون خلال السنتين القادمتين. معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني شكر أعضاء اللجنة المالية على جهودهم الدؤوبة في دراسة الميزانية وإبداء الآراء والملاحظات، مما أدى إلى الوصول بالميزانية إلى هذه الصورة التوافقية التي تضع المواطن الكريم محورها الأول والأخير. الميزانية العامة للدولة 2019-2020 تمت الموافقة عليها اليوم في جلسة مجلس الشورى بموافقة أغلبية الأعضاء الذين أكدوا على أن لا مساس بمكتسبات المواطنين أو حقوقهم. هذه الميزانية التي جاءت في ظروف استثنائية تؤكد أهمية برنامج التوازن المالي وتوقيته في ظل الظروف الاقتصادية التي تحيط بالمملكة في الداخل والخارج. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.